السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم عتيقة شانيل مع وصفه جديده وفيديو جديد. الوصفه ديالنا ان شاء الله اليوم غنديروا صوص بشاميل كتجي رائعه واقتصاديه وناجحه بمقادير جد مبسطه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. المهم البنات غندوزوا للطريقه والمقادير ان شاء الله، خليكم مع الفيديو حتى الاخر. المهم البنات غنحتاجوا في المقادير نصف لتر ديال الحليب بارد، وواحد شويه ديال البزار، وشويه الملحه، وعندنا هنا كما كتشوفوا الكوزه، وغنحتاجوا واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق الفوص، وجوج معالق كبار ديال الزبده، وعندنا هنا الفرماج موزاريلا، واي فرماج عندكم البنات هو كيعطي لوغو الفرماج. المهم البنات غندوزوا للطريقه ديال التحضير. غناخذوا هاد الزبده هادي غنديروها هنا في كاسرول، وغندوبوها وغنديرو معاها الدقيق، وانتما البنات تشوفوا الطريق. صافي البنات كما كتشوفوا راني درت الزبده هنا في كاسرونه بجوج معالق كبار ديال الزبده، غندوبها عاد نضيف عليها هاد الدقيق الفوص، كاين اللي كيديرهم في الدقه الاولى، ولكن انا تنفضل ندير هكا، ندوب الزبده عاد ندير الطحين. هاد الفرماج اللي عندي غنحكو، صافي البنات دابا غنضيف الدقيق، دابا غنجيب الحليب، غنضيف الحليب، إلا كنتو خفتو على البنات ما يتخلط لكمش الحليب والزبدة، ضيفو الحليب بشوية بشوية، وخلطو حتى يندمج ليكم هداك الحليب مع الزبدة والدقيق، عاود ضيفو الحليب. إلا ما خفتوش صافي ديرو بحال هكا، ها هو حركو مزيان، كتشوفو هداك مبقاش لنا داك التكتلات ديال الدقيق، نتأكد هاد البنات باش مبقا شي حاجة. دابا غندير واحد شوية الملحة، وشي شوية ديال البزار، ونحطو الكوزة، متكتروش من هاد الناس. غنخليه يزيد يعقدي واحد الشويه، وغنطفي عليه وغنضيف ليه الفرماج. الفرماج تنطفيو عليه البنات عاد نضيفوه، ما نضيفوش في الاول. صافي البنات كما كتشوفوا صافي راه وجد ليا، دابا غنضيف ليه هاد الفرماج اللي حكيتو، غنضيف
كيجي فيه كيعطي واحد التزوينه. نخليه يبرد. لا عندكمش هذا الفرماج موزاريلا ولا الفرماج سميتو ديروه حتى الفرماج مثلث حتى هو كيجي زويون. صافا البنات، ها هو الشكل النهائي ديال الصوص بيشاميل. كما كتشوفوا كيجي رائع، وداك الفرماج اللي كنزيدو راه تيعطي البنات تعليكه خطيره. غير بداو تجربوا الطريقه، واخا ما يكونش عندكم فرماج هكا الفرماج الموتزاريلا او الفرماج الاحمر، ديروا غير فرماج مثلث راه تيعطي المذاق وتيعطي التعليكه رائعه. صافا البنات، راه سالت الوصفه ديالنا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا اكبر عدد من اللايكات، وتشاركوا الفيديو مع الاقارب والاصدقاء، وتشاركوا معايا في القناه، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد. والى فيديو اخر، وشكرا على المشاهده. السلام عليكم.